أبدأ بالدكتور سمير، رأي حضرتك إيه كمستثمر الآن فيما يحدث في أسعار الدولار في السوق المصري؟ مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. طبعا السؤال، سعر الصرف عموما من ضمن أهم الأسباب اللي بتعمل جذب للمستثمر الأجنبي تحديدا. هنا ما بنتكلمش عن مستثمر محلي، ولكن المستثمر الأجنبي، سعر الصرف في أي دولة هو من المحددات الرئيسية لدخول رؤوس الأموال الأجنبية في الدولة دي أو ما يدخلش في الدولة دي. طيب، أن يكون ثابت ولا أن يكون منخفض ولا يكون مرتفع؟ مش مهم أنه ثابت أو منخفض أو مرتفع، المهم يعني أنه يكون مش مهم. المستثمر، وإحنا بنشتغل مع مستثمرين من جنسيات مختلفة جدا في مشروعات كتيرة، المهم أن يكون في رؤية، يكون واضح الدولة دي اقتصادها الكلي شكله إيه، سعر صرفها مقوم إزاي، البنك المركزي عندها بيقوم يعني بيدور على الواقعية، الواقعية والشفافية والمرونة، انه يبقى حاطط بلان للمشروع بتاعه، عارف ان سعر صرف الدولار مقابل العملة المحلية، وانا بتكلم هنا في اي دولة وهنيجي لمصر، في المستقبل القريب ثبات لسعر الصرف، فبيعمل الفيزابيليتي ستادي ودراسات الجدوى بتاعته على هذا المعيار، بعد كده هيحصل ان هيقل سعر الصرف مقابل العملة الاجنبية مقابل الدولار، فيبقى واخد احتياطاته من دي ويعمل لها بعض المخصصات، انما ان يحصل ديستربنس، طلوع او نزول بشكل كتير، ده بيأثر جدا عليه، لانه في الاخر هيحول ارباحه للعملة الاجنبية. هو ده المؤشر. هو حضرتك لو قال انا كسبت 100 مليون جنيه في مصر، ال 100 مليون جنيه ما يفرقوش معاه كتير، هو كام دولار، فلو في اول السنة وهو عامل حساباته هيتحوله على سعر صرف سي 20 جنيه للدولار، فكده بيعمل 5 مليون دولار بروفيت، هيحطهم في ميزانيته المجمعة في شركته الام، اتحول سعر الصرف ده الدولار بقى ب30، 5 مليون دولار نزلوا بقوا 3 مليون دولار، هو كده خسر. طيب، اذا ده بالنسبه لك شيء جيد لمزيد من الجذب للاستثمار الخارجي. ماذا عن الاستثمار الداخلي؟ الاستثمار الداخلي يتوفر هنا عامل مهم جدا، هل البنوك المحليه والبنوك المركزيه، البنك المركزي المصري بيوفر للمستثمر المحلي العمله الصعبه وقت احتياجه ليها بأي سعر، بس الوفرة، لأن أنا لو بعمل مشروع هستورد معدات من بره، هجيب خامات أو بعض المنتجات الوسيطة، لو في وقت من الأوقات ما قدرتش أوفر العملة الأجنبية، طب مشروعي مستقبله شكله إيه؟ فالمستثمر المحلي أرباحه بالجنيه، مصروفاته بالجنيه، ما عندوش مشكلة في سعر الصرف غير الوفرة، لأن هو لو علي عليه الدولار هو بتترجم لجنيه، بس البنك يوفره، هيترجمه لجنيه يحطه في مدخلاته، ينزل في الميزانية بتاعته بمصروف يحوله الربح. مع البنك المركزي وفر 2 مليار ده في خلال اليومين ثلاثة اللي فاتوا فقط لا غير، مستلزمات الانتاج وال طبعا حصل، ولكنه غير كافي الى الان، لسه الازمة موجودة عند كثير من المصنعين وكثير من القطاعات، وبرضه محمد بيه الارقام في المجمل في ارقام اتوفرت، بس في جزء منها كبير داخل للدولة نفسها كمستورد، عندي دواء، عندي اكل، عندي قمح، فده مهم جدا، وعندي جزء للقطاع الخاص. انا كان بتكلم الاستثمار الخاص سواء كان محلي او اجنبي، هنا انا عيني على المستثمرين في قطاعات الصناعه والزراعه والتجاره، المستثمرين اللي بيشتغلوا في القطاع الخاص، لسه عندنا مشكله، لسه ما توفرش كل حاجه في المواني ما دخلتش، لسه في ارقام كبيره في بعض الكلام، طبعا ما فيش مصدر موثوق بيقول الرقم كام، وصلنا ل 7 مليار دولار مازالت بضائع بالمواني المصريه. الاهم من ده حضرتك برضو انه لما انا النهاردة بستورد، المورد اللي بيديني دي سمعة الدولة، دي المشكلة اللي انا بتكلم كتير فيها مع مسؤولين. تمام.